وانا شايف ان انت هبه قاعد بتتفرج على على الرميه يعني الموضوع يعني طبعا انت عمال تفتكر لحظات ولا ايه؟ طبعا يعني لحظه انا شايف هنا طبعا انت شفت يعني في توفقت في رميه بس انت في رميه من الرميات انت رميتها رفعت ايدك. هي اول رميه انا رميت اول رميه كانت الرقم 83 88 اللي انت تاهلت انا حسيت ان خلاص بقى انا كده ريحت نفسي وتاهلت. جه بعدها ربنا كرمني رميت برضو رميه بس دوست على الخط برضو كانت هتريحني خالص بقى بس الحمد لله عديت بقى ال 83. كانت بعيده بصراحه هي كانت بعيده هي ما اتقاستش بس هي كانت ابعد. ان شاء الله يا رب يا رب يعني دعوات الناس انها تيجي في الاولمبياد ان شاء الله يا رب. طب انت يعني برضو ويمكن دكتور ياسر يحضرنا في السؤال ده انت متابع بره يعني دايما بسال كل بطلنا اللي بيشرفونا انت متابع الدنيا ايه بره؟ طبعا ده لازم ده الف ب لازم تبقى عارف انت راح تلعب مع مين. يعني طب انت شايف مين في رمي الرمح؟ هو انا عارف دلوقتي موجود واحد الماني هو يعتبر اجمد واحد موجود باقي الدنيا بعدها يعني هو مثلا ممكن يكسب وبعده فرق فهي الدنيا يعني هي الدنيا مش بعيده. هو فارق حسب التوفيق بقى بس حسب التوفيق بقى بصراحه لو ربنا كرم وربنا اراد ان احنا نعمل حاجه كويسه. انت يعني بتروح ترمي كام رميه هناك؟ برمي ثلاثه يوم اول حاجه تصفيات برمي فيها ثلاث رميات بيتصفى يعني كام واحد بيشارك؟ بيبقى 32 واحد مقسومين على مجموعتين يعني 16 و16 طبعا ده حمزه ابنك صحيح وده الوالد ده والد ودي مراتي والدتي ربنا يخليهم لك ربنا يخليهم لك دول اللي وقفوا جنبك في ازمتك خلي بالك طبعا هم احسن حاجه في حياتي والله والد والدتي ومراتي وحمزه واختي برضو ربنا يبارك لي فيهم يا رب. تمام 16 لاعب 32 على 16 يعني 16 16 مجموعتين بتاهل كام واحد بقى لدور النهائي؟ 12 يعني يعني في 8 بيطلعوا بره بالظبط نرمي 3 رميات وبعد كده ياخدوا احسن 12 من 32 يعني 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 دور ال 32 وبعد كده دور دور ال 24 وبعد كده هياخدوا دور ال 12 بقى اللي هم احسن لعيب هو كده تمشي كده لا 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 ما هو انت 32 لاعب بيطلع بياخدوا اول هو بيجي 32 لاعب بيتقسموا على مجموعتين تمام بنيجي يوم نرمي ثلاث محاولات مثلا جروب A جروب B تمام ناخد من جروب A وجروب B احسن 12 واحد يبقى كده 24 لا ما بتاخدش 24 بتاخد 12 من ال هم 12 6 و6 6 لا هو مش 6 و6 هو احسن ممكن 12 ممكن احسن 12 ممكن ايوه مالهاش دعوه بالمجموعه لا ده لا ممكن ياخد 12 مجموعه واحده ممكن يبقى 12 مجموعه واحده بالظبط هم بيحطوا لاين كده مثلا 83 متر مثلا بس دي المفرمه بقى لا دي بص تو بي اور نوت تو بي يعني سيبك من الموضوع اللي انت تروح انت لازم تخش من 12 دول هي دي المفرمه انا هقول لك على حاجه لا ده في مفرمه ثانيه اكتر بقى ايه بقى انت بتخلص المفرمه دي بتروح على المفرمه الاكتر ايه بقى بتريح يوم تيجي اليوم اللي بعده ال 12 واحد بيلعبوا ثلاث محاولات ياخدوا منهم احسن 8 بس دي مش مفرمه اقول لك ليه اقول لك حاجه اهو ما انا هقول لك ليه مش مفرمه ليه انت عندك من 32 بقيتوا 12 البرسنتج اللي طلع اكتر من 80% انما انت عندك هناك من 12 بقى 8 انت طلعت 25% بس انت بتيجي بقى من ترتيب ما انت عشان المفرمه دي ما عشان ال 12 ده داخل كله عايز يجيب ميداليه فكله بيدي فول باور كله بقى طيب بعد ادي ثلاث رميات بقينا في يعني اللاعب بقى في ال 12 ثلاث رميات بقى في ال 8 بعد كده بقى اربعه يطلعوا وال 48 يكملوا ثلاث محاولات ثانيه ثلاث محاولات دول بقى الثلاث محاولات دول طبعا كل اللي انت بترميه قبل كده خلاص بيتنسي ولا بيتحسب لك درجات اول ثلاثه اللي هم اول ثلاثه اللي هم التصفيات ال 12 دول انساهم بقى خلاص الثلاث رميات دي انت رميتهم دخلت بيهم لل 8 لل 12 اهلا ال 12 بقى الست رميات بتحسب من بقول لحضرتك الثمانية اللي ما بقول لحضرتك اللي هي اليوم الفاينل طب بيتحسب الستة برضو عشان نوضح للسادة المشاهدين قد ايه حجم المنافسة تمام الست رميات بقى المحسوبين في الآخر بعد ما بقينا ثمانية تمام بياخدوا فيه أحسن رقم يا دكتور؟ أحسن رقم ولا بتاخد نقط؟ لا أحسن رقم على طول بقى خلاص يعني أنت ست رميات لازم تجيب رقم جامد بالظبط يعني أنا لو رميت الرمية الأولانية أجمد رمية وأكسب بقى الماتش بكسب بقى الماتش عادي مفيش مشكلة أنت عايز توفيق جامد أوي طبعا ما أنا بقول لحضرتك اليوم الثاني ده المفرمة بقى